مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تشيدي، طبعا مثل ما نوه عموري، بس الكنترول سدوا لنا الصوت إذا سمحتوا، الله يخليكم. مثل ما نوه الصديق العزيز والزميل عمر، موضوعنا مهم جدا اللي هو الابتزاز الإلكتروني. موضوع الآن أقدر أسميه يعني حتى موضوع الساعة، لأنه الضحايا هم خواتنا، بناتنا، أمهاتنا للأسف، اللي يقوم به أشخاص أقدر ما أسميهم بأنه فقدوا عناصر الرجولة، فقدوا عناصر الفروسية، إضافة إلى أن أتطرق إلى الأسباب النفسية اللي تكمن وراء هذا السلوك المعيب المشين الذي لا يمت للرجولة بصلة. يا أما تكون رجل فارس، يا أما تقول لا، تقول الآن يعني تقدر توصف نفسك بأوصاف أنت تعرفها وتستحقها في ذاتك. طيب، قبل لا ندخل في الموضوع، راح تطلع أو تظهر أرقام قناتنا الكريمة، اللي يحب يتواصل ويانا يعطينا رأيه، أو إذا عنده مشكلة نقدر في هذه الدقائق إن شاء الله أن نجيب على أسئلته، وأيضا ننطي إذا قدرنا الحلول. الابتزاز الإلكتروني اللي هو الإنجليزي Electronic Blackmail، اللي هو شنو هو؟ نجي نعرفه. الابتزاز الإلكتروني هو جريمة إلكترونية يقوم بها المبتز، أوكي، بالاحتفاظ بملفات تشمل أو تخص الضحية، حيث يقوم بالتهديد والتشهير في حالة رفض الضحية الانصياع لمطالب المبتز. يعني اليوم أنا عندي صور أو ملفات أو تسجيل صوت أو مشاهد كثير من هذه المسائل، أحتفظ بها عندي، أتصل بالضحية، أطلب من عندها مطالب قد تكون لا أخلاقية، لانه المبتز هو ما عنده اخلاق، فماذا ترتجي؟ يعني المبتز يعني اساسا فائد الاخلاق، لانه تربيته ما عنده اخلاق، في تربيته يعني معذره. انا هذا الموضوع يألمني جدا بقدر ما يخص بناتنا واخواتنا وامهاتنا، فلذلك جدا يألمني، انفعل جدا بهذا الموضوع، يأذيني. اذا هو ما عنده اخلاق فماذا ترتجي من عنده؟ هو فاقد الاخلاق. طيب، إذن يقوم المبتز بالتواصل مع الضحية، ومن ثم يا اما يطلب من عندها مبالغ مالية او امور لا اخلاقية. يمكن المشاهد الكريم حضرتك مش اقصد الامور اللا اخلاقية، او يطلب من عندها مطالب من الضحية باسرار تتعلق بما اعرف، يعني في دولة، بمؤسسة، باي شيء كان، أو أسرع. طيب، سؤال، من هم المستهدفون بالابتزاز الإلكتروني؟ الأخوة يمكن إذا سمعوا بالبداية أرقامنا، إذا تقدر تطلع أو إذا تقدر العزيز المخرج تطلع يعني أسفل الشاشة حتى المشاهد الكريم يقدر يتواصل ويانا إذا عنده أي رأي أو أي تعليق. من هم الأشخاص المستهدفون؟ الأشخاص المستهدفون اللي هم طبعاً الجميع مستهدف من وجهة نظر الشخصية الجميع، ولكن على العام الأغلب اللي هم فئة النساء، يعني تقريباً نسبة كبيرة جداً النساء وأيضاً الرجال، يعني سواء كان نساء أو رجال هم مستهدف. يعني اللي يستهدف النساء يكون يعني أشخاص ذكور أو حتى أناث، وأيضا يعني الطرفين سواء كانوا رجالا أو نساء. طيب، عندنا في العراق في إحصائيات، يعني في حسب السلطات في العراق، تتراوح جرائم الابتزاز الإلكتروني من 2400 إلى 2452 خلال 3 أشهر الأولى من هذا العام. وجهة نظر الشخصية، المبلغ
أو الرقم أعلى بكثير، لأنه كثير أكو من العوائل مثل ما حضراتكم الكلمة تعرفون بأنه ما يبلغ، يخاف على سمعته، يخاف على بيته، يخاف على عائلته، يخاف على عمله، فما يبلغ. ومن ثم البعض منهم يعني يتصرف بذكاء، والبعض الآخر للأسف أقولها يقع في مصيدة هذا الابتزاز الإلكتروني. إذا المستهدفون اللي هم أكثر شيء المراهقات، بنات المراهقات يعني أعمار يعني 13 14 وما فوق، يعني لاحظ حتى في 18 19 سنة، عندنا حتى النساء كبار بالعمر، على افتراض بأنه هذه السيدة هي تتواصل مع المبتز لأجل هدف معين. أنا أعطيكم هذه القصة. هذه القصة اجتني قبل تقريبا أسبوعين، إحدى السيدات الكريمات، ما ندخل بالتفاصيل الموضوع، أعطيكم فقط رؤوس أقلام، لأنه هناك مبدأ أخلاقي بالحفاظ على سرية الأشخاص اللي يطلبون المساعدة. هذا يعني فرضية أخلاقية أو واجب أخلاقي. اتصلت هذه السيدة تقول يعني أنا تعرضت إلى الابتزاز الإلكتروني عن طريق ناس كانت طيب قبل أن ندخل بهذه السيدة بتفاصيل هذه السيدة، خلينا نأخذ اتصال من السيد عدنان إبراهيم من الديوانية. تفضل عزيزي. ألو. ألو، السلام عليكم. يا عم حياك الله، حياك الله، يا مرحبا. هاي المشاركة مع الابتزاز الإلكتروني مو أستاذ؟ نعم. هاي الابتزاز الإلكتروني مو؟ إي نعم، تفضل. هذا موضوعنا كان. نعم. عندنا نوع من الابتزاز الخاص. أنا راح أشرح هاي المشكلة وأرجو أن تنطيها بعض الأهمية. أنا سجين سياسي كنت مزمن قدام حسين. يعني باختصار. باختصار الله يخليك، لأن وقت تقيل. مسجون مرتين بزمن صدام حسين. فمن طلعنا بال 91 نصب علينا أجهزة إلكترونية تسمعنا وتشوفنا بصوت وصورة، وإحنا شلون يعني الجوارين هم يجون بلاس الوقت. نعم، كفي كلامك. نعم. الجوارين بذاك الوقت هم يجونا، لكن هاي الأجهزة بدأت تتطور يوم على يوم. فقاموا تجينا ضربات إلكترونية وإحنا قاعدين بالبيت، لأن من نعوف هذا البيت ونشتري بالفترة هاي يروحون ينصبون هاي الأجهزة متعاونين ويا بالبيت. فهسه إحنا والله العظيم أنا عمري 72 سنة، وزوجتي أنا معلم وزوجتي معلمة، وبس أنا ويا النهار تجينا ضربات وإحنا قاعدين بالبيت. شلون تشوي، شلون ضرب الإبرة، يعني مختلف أنواع، يعني ما حتى بالليل ما نام ريت فتحارة، ما حد يعرف هاي الحالة اللي وهاي الحجية وياك هسه تحكي تعي حجية أبو البرنامج هم نحكي وياه. والوقت وصلت الرسالة، رسالتكم وصلت. ألو يا مرحبا أمي، أنا كملت معانا، تفضل يا مرحبا. ألو تسمعني؟ وصلت الرساله يا استاذ، لانه لازم اكفي البرنامج. وصلت، شكرا جزيلا لاتصالك الكريم، شكرا جزيلا. طيب المتصل الكريم اتصل وعرض مشكلته، ان شاء الله يعني راح نتطرق من ضمن سياق الموضوع الى ما نتطرق الى. طبعا السيده الكريمه قبل يجيني الاتصال، السيده الكريمه قالت انا تعرضت الى الابتزاز. كيف تعرضت الى الابتزاز؟ السيده كانت عندها مشكله، تعاني من مشكله معينه، على اساس بين قوسين السيده كانت تعاني من السحر، ولو انا موضوع السحر هذا تكلمت عنه في وقت سابق عبر قناتي الكريمه قناه الرشيد الفضائيه، وطيت الاسباب بانه لا وجود، لانه واحد يسحر الاخر مو موضوعنا اليوم، ولكن المشاهد الكريم يقدر يرجع الى موضوع الحلقه السابقه ويقدر يستفاد من المعلومات. بس عموما يعني بعض الناس لا زالت تؤمن بهذه الحقيقه، بانه مسحور لها وبحاجه الى انه تتخلص من الجن اللي يرافقها. فدخلت على صفحه، ومن ثم صار تواصل مع هذول الصفحه، وطلبوا من عندها صورة حتى يطلعون من الجن، بعدين طلبوا من عندها أمور أخرى
على حجة بأنه الجن ساكن في ذلك المكان، وتطور الأمر إلى أن أصبح ابتزاز أليكتون. السيدة تعاني من القلق والتوتر، اتصلت فيها تطلب الحلول. أول شيء قلت لها بأنه خلينا نتصرف تصرفات عقلانية بعيدا عن العاطفة، يعني رادت أن تترك عملها، رادت بأنه حتى تنفصل من زوجها، أطفالك، في من هذه المسائل. طيب بحجة بأنه هي تعرضت بين قوسين إلى التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي لا يحدث بدون رغبة الشخص، قاعدة عامة. أنا اختصاصي التنويم المغناطيسي وعالج الناس عن طريق التنويم المغناطيسي، لا حد يضحك عليكم ويقول لكم أني أنويمكم مغناطيسي بدون إرادة. التنويم المغناطيسي لا يمكن أن يحدث بدون رغبة وإرادة الشخص اللي هم هذا الشخص. ناخذ اتصال أيضا خليل من بغداد. يا مرحبا. الو الو. نعم. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام، تفضل. بالنسبه للبرامج الابتزاز الالكتروني، نعم، هذا الموضوع ومواضيع اخرى يعني تخص الابتزاز اللي يصيح في المجتمع العراقي مع الاسف الى علاقه بتغذيه العوائل. هذا جانب. الجانب الثاني إلى علاقة بشيوخ العشائر، البعض منهم مع الأسف أقول أن بعض شيوخ العشائر أنه هم يشجعون على ابتزاز الابتزاز العام، يعني ابتزاز الشخص إذا قام ابنهم أو أحد من أقربائهم بالاعتداء على عائلة أو شخص، سواء كان فتى أو فتاة أو بيت إلى آخر ذلك. فالظاهرة مع الأسف تستشري في هذا المجتمع بوجود ناس يدفعون الأشخاص إلى هذا الموقف المشين. نعم. المطلوب أولا تشريع القانون. يمكن أكو قانون، أكو قوانين رادعة جيدة جدا، بس تفعيلها ما موجود. يعني الشخص يشتكي إن على ما توصل القضية تحول من قاضي كذا إلى ضابط التحقيق إلى فلان، يحتاج إلى وقت. وقد يمكن هذا الشخص المبتز أو اللي معتدي ينهزم إلى بلد ثاني، إلى محافظة ثانية، وضيع القضية. فنشجع الآن على أنه القانون يفعل بشكل مباشر. تفعيل القوانين، اسمح لي، تفعيل القوانين ومن ثم ايضا يعني نقاط واسباب اخرى ان شاء الله راح نتطرق لهم ضمن الحلول. اشكر جدا اتصالك الكريم يا سيدي فاضل، شكرا جزيلا حتى نقدر نكفي الموضوع. طيب كيف يتم الاختراق؟ كيف نتعرض للابتزاز؟ النقطه مهمه جدا بانه هي قله الوعي، يعني كل ما كان وعينا عالي، كل ما قلت فرص الابتزاز. تتم عملية الابتزاز عن طريق قرصنة الكمبيوتر، عن طريق ناس مختصين يفوتون على الكمبيوتر أو حتى على أجهزة الهاتف المحمول، ومن ثم عن طريق برامج خاصة المستخدم يفتح هذا البرنامج، ومن ثم يحصل المحظور حيث يذهب عن طريق يعني يروحون في داخل الجهاز ويستخرجون الصور والتسجيلات وكثير من المسائل الخاصة اللي تهمنا. يعني احنا أحرار في أجهزتنا الخاصة في تليفوناتنا، يعني نسوي صور أمور عائلية، ولا فلذلك المبتز عند هذه القدرة. البعض من عندهم بأنه يروحون إلى أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ومن ثم استخراج صور تسجيلات وما شابه ذلك، أو عن طريق الإيميل، ممكن يبعث لك إيميل بريد إلكتروني، تفتح البريد الإلكتروني ومن ثم يستطيع أن يدخل إلى الكمبيوتر مالتك ويحصل اللي يحصل. عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اليوم احنا مواقع التواصل الاجتماعي اصبح في اخر احصائيه بانه اصبح عدد المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي في العراق 28 مليون مشترك على مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانه يجب ان ناخذ الحيطه والحذر. اي نعم انت تتواصل مع الاخرين، ولكن هذا لا يعني بانه انت تفصح عن كل شيء للآخرين. قد يكون البعض قصد بأنه يقول لك أنا أتعرف على الآخرين، أو حتى يعني بناتنا وشبابنا يقعون بهذا
المطاف يعني يقول لك انا عسى والعال بانه اتعرف على بنت تكون شريكه حياتي تكون، ولكن هناك اصول وهناك اخلاقيات وهناك مبادئ يجب ان نقوم بها من اجل ان نحقق هذا الهدف. والا مثل ما تشوفون انتم يعني الجرائم عديده ولا تحصى، وراح نجي نشوف شنو ممكن تؤدي هذه الجرائم. قلنا اللي يقومون بهذه بعمليه الابتزاز، طبعا كفينا هذه النقطه، تصور النقطه الاخرى اللي منهم من الاشخاص الذين يقومون بعمليه الابتزاز مجرمين خطرين، فقدوا الرجوله، فقدوا الاخلاق، فقدوا التربيه، يقومون بهذه الاعمال. والا كيف تسمح لنفسك انت، كيف تسمح لنفسك انت بانه انت تساوم شخص عندك نزمت عليه لازمه، حتى العدو مالتك، العدو مالتك انت ما تساومه وجه لوجه، يتبارز بارز انسان وجه لوجه ولكن لا تساومه. يعني مثل ما واحد ياخذ واحد الى مكان معين يجرده بالاسلحه ويقول له تعال قاتلني، هذا قمه الجبن وقمه الوضع وقمه عدم الاخلاق. اسمحوا لي ان اتكلم بهذه الكلمات التي اصف بها هؤلاء الشاذين اخلاقيا وسلوكيا ومعرفيا وحتى خلقيا واخلاقيا. طيب ممكن يقوم بها ايضا ازواج ضد زوجاتهم، بالمناسبه لا يقتصر فقط على المجرمين. يعني احنا شفنا حالات زوج يهدد زوجته بنشر مقاطع فاضحه على سبيل المثال، هو سمح عن نفسه بانه اخلاقيته تربيته بهذا الشكل، سمح عن نفسه بانه بخلال علاقته مع زوجته، ومش هذه الكلمه شنو اقصد بعلاقته مع زوجته بصوره عامه وحتى العلاقه الخاصه بين قوسين، يسمح بانه يصور علاقته مع زوجته. يعني اترك للمشاهد الكريم وان ان ان هو يحكم على هذا الشخص، يعني كيف تحكم على هذا الشخص؟ كيف انت اليوم مع زوجتك في داخل بيتك تيجي تصور نفسك؟ قمه الوضاعه، انا اسميها قمه الوضاعه حقيقه، قمه الوضاعه. ممكن ان تحدث ايضا عن طريق بعض المراهقين. يعني عمر 15 16 سنه للاسف بيحصل على صور عن طريق تركيبات معينه. اليوم البرامج عديده جدا مشاهدي الكريم، يعني يقدر يتلاعب بالصوره يحط لها جسم ويحط لها هذا ويقدر يقول لك هذا انت، موجوده للاسف. برامج خاصه يقدرون يسووها، ياخذون صورتك يقدرون يسووها. احنا ما نتكلم على الشخصيات العامه، الشخصيات العامه يعني بحكم وجوده بحكم برامجه ممكن يخلي صوره ممكن يخلي نشاطاته، بس احنا نتكلم على يعني على العم الاغلب من ابنائنا، من بناتنا، من خواتنا، من امهاتنا للاسف. طيب قلنا المستهدفون الجميع مستهدف، لانه المبتز يحاول انه قدر الامكان يحصل على ضحيته من الشيء اللي يريده. وذكرنا ماذا يمكن ان يحصل اللي يبتز الناس، شنو كانت اهدافه، يعني شنو اللي يحصل. طيب نجي الى نقطه مهمه جدا مشاهدي الكريم، ماذا يؤدي الابتزاز الالكتروني؟ بعدين راح ندخل ان شاء الله الى الحلول. ماذا يؤدي؟ طبعا ارجع اعدي عليه بشكل سريع جدا قبل أن ندخل إذا ماذا يؤدي الابتزاز، خلينا نشوف التفسير العلمي لنفسية المبتز. التفسير العلمي، التفسير العلمي بأنه الشخص المبتز يعاني من مشكلة نفسية على العام الأغلب، عنده مشكلة، يعني عنده تشوه بالصورة الذاتية، عنده ضعف بالتقدير الذاتي، عنده ضعف بالثقة بالنفس، وأيضا نفس الحال ينطبق على الضحية. الضحية أيضا بحاجة إلى إثبات الذات، بحاجة إلى أن تكون عنده ثقة بنفسه، ولذلك يحاول أن يعطي آخرين بأنه أنا قادر وأنا موجود، يعطيهم صورة ويعطيهم معلومات وما شابه. فإذا الطرفين هم يعني على الأعم الأغلب عندهم مشكلة نفسية. ماذا يؤدي الابتزاز الإلكتروني؟ نقطة يعني حقيقة أنا أسميها مهمة جدا أو سؤال مهم جدا. كثير من اليوم الناس، كثير من البنات تحت مسمى او تحت عنوان غسل العار بين قوسين انقتلن. كثير من الحالات فيها معلن
تم القبض عليهم وفيها غير معلن تحت مسمى غسل الأعراض، تؤدي أيضا إلى مشكلات نفسية، قلق وتوتر مستمر يقودك أيضا إلى أنه أنت تصاب بالاكتئاب، تنطوي على نفسك، يصير عندك انعزال عن المجتمع، ما عندك القدرة على تواجه المجتمع. ليش؟ لأنه أنت استطاع المبتز أن يحصل على أمور خاصة بك ممكن أن يشهري بين ليلة وضحاها، ومثل أنت تعيش في دوامة الخوف المستمر والقلق المستمر والتوتر المستمر اللي يقود أيضا إلى الاكتئاب. من توقع بالاكتئاب شو اللي يصير عندك؟ ممكن كثير من الناس ما يقاوم عملية الاكتئاب. ماذا يؤدي مشاهدي الكريم؟ يؤدي إلى الانتحار. يؤدي إلى الانتحار. يقول لك أنا ما أتحمل يعني بأنه وضعي أو سمعتي أو 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 موقعي بأنه يتعرض إلى شكل من أشكال الابتزاز، ولذلك تشوفه يعني يقوم بقتل نفسه بالانتحار. إذا انتحار فيعاني من الاكتئاب لفترات طويلة، يكتئب، ينعزل حتى عن عائلته، ينعزل حتى عن أولاده، طيب عن عائلته، عن أولاده، عن محيطه، عن المجتمع، عن أقرانه، عن أصدقاء، ينعزل، يتقوقع. شنو ممكن أن تؤدي أيضا؟ تؤدي أيضا إلى حالات الطلاق. كيف؟ لأنه الضحية تحت عنوان بأنه أنا ما أريد أسبب أذى إلى زوجي أو عائلة زوجي أو عائلتي بأنه أنا أقدم على عملية الطلاق، أطلق. أحد أسباب الطلاق طبعا بالوقت الحاضر الابتزاز الإلكتروني، لا تتحمل الضحية المسكينة، ولذلك تشوفها تقدم على عملية الطلاق. أو حتى الرجل، احنا اليوم نتكلم الضحية قد تكون رجل أو امرأة، ولكن أنا مثل ما قلت يعني العم الأغلب هنا من بناتنا ومن خواتنا ومن أمهاتنا، اللي يحرقني قلبي حقيقة عندما أشوفهم بهذا الوضع الضعيف من قبل الشاذين أخلاقيا وسلوكيا ومعرفيا وإدراكيا، طيب اللي يقومون به. طيب يؤدي ممكن أنه تطلق ومن ثم تواصل حياتك، تعيش حياتك على هذا الأساس. الانعزال المجتمعي، تنعزل مجتمعيا، يصيبها الحزن، خوف مستمر، ولا أحد يعرف، يعني حتى اللي بيتها داخل بيتها سواء كان أم أب أخت، يعني حتى اللي بيتها ما تقدر تفصح المسكين شو تريد تقولهم، يعني مسكينة، أو حتى الرجل المسكين يعني شو يريد يقول، مثلا يقول يعني حصلوا على صور خاصة بوضعيات معينة بسلوكيات معينة، شو يريد يقول؟ ولذلك يحتفظ بالسكوت. يعني عندنا مثل في العراقي يقول مثل بلاع الموس، يعني صعبة جدا تكون عليه الوضعية، ولذلك تشوفه ينعزل. طيب كيف ممكن أن أتعاطى مع هذا الموضوع؟ اليوم أنا واحد شخص ابتزني إلكترونياً، كيف ممكن أن أتعاطى مع هذا الموضوع؟ يعني ما هي أول الخطوات اللي أنا أقدر أتعاطى؟ أتصور المشاهد الكريم يهم هذا الموضوع جداً للحلول. كيف يمكن أن أتعاطى مع هذا الموضوع؟ أهم نقطة مفصلية جداً، بأنه أنت تلتزم بالهدوء بدون أي انفعالات، لانه بمجرد ان تنفعل انت ينفرز عندك هرمون الادرينالين، هرمون الكورتيزول، يروح يحرك جسمك، يصير عندك هيجان، ومن ثم تفقد القدره قطعا عن التفكير، ما تقدر تفكر، لانه هرمون الادرينالين وهرمون الكورتيزول عندما ينشطون جسمك يشتغل عندك العقل العاطفي، يعني تقوم تفكر بعاطفتك اكثر من تفكر بالعقل المنطقي. يعني يكون التفكير، يعني احنا عندنا الجزء الايمن من الدماغ مسؤول عن التفكير العاطفي او التفكير الخيال، الموسيقى، الاحساس. الجانب الايسر من الدماغ اللي هو المسؤول عن المنطق، عن الرياضيات. ولذلك تشوف
اللي ينفرز عنده هذه الهرمون هذه الهرمونات بكميات كبيره يفتقر الى انه يصير عنده تفكير منطقي، يتجه الى التفكير العاطفي، يعني اغلب قراراته عاطفيه. انا اللي اطلبه نقطه مفصليه بانه انت تتسم بالهدوء. تتسم بالهدوء، تتاكد بانه هل هذا انت فعلا حقيقه ممكن مركبين على صورتك صوره اخرى. مثل ما قلت في البدايه اكو برامج خاصه. وكل شيء مو واحد يتوقع. اليوم التكنولوجيا يعني حتى اللي ما يتكلم عن طريق التكنولوجيا يخلوه يتكلم. موجوده. ولذلك يجب ان تتاكد بانه هل هذه الصور او التسجيل يخصك انت؟ التاكد. طيب تمت عمليه التاكد وعرفت بانه انت كنت الضحيه. ماذا افعل؟ كثير من الناس ينصاعون للمبتز بحجه بانه يريد ينهي الموضوع بشكل او باخر. يعني يحقق رغبه المبتز. يعني سواء كل انسان سواء كانت عن طريق مبالغ ماليه، سواء كانت عن طريق طلبات غير اخلاقيه مثل ما قلت، او عن طريق تنفيذ طلبات تتعلق بافشاء سر او اي شيء معين يهم المؤسسه او يهم الدوله او اي شيء اخر. طيب اكدت بعدين ما تنجر خلف ما يريد المبتز، لا تحقق له هذا الحلم. لا تحقق له هذا الحلم. تتصل مباشرة بالسلطات المختصة، امتلك الشجاعة. امتلك الشجاعة، واتصل بالسلطات المختصة، وافتح محضر تحقيق. يعني على سبيل المثال جرائم الابتزاز في أوروبا مثلا في سويسرا على سبيل المثال يتم القضاء عليها بوقت قصير جدا. لأنه كل شيء مراقب، الأجهزة مراقبة، الكمبيوترات مراقبة، مراقبة. لأنه من أجل حماية المستهلك، ومن ثم أي اتصال، أي إيميل ممكن يوصلوا له بلحظات معينة. فأنت كن شجاع، طيب، وأبلغ السلطات المسؤولة، افتح محضر تحقيق حتى تبدأ عملية ملاحقة هؤلاء الفاقدين الأخلاق وفاقدين التربية الوضيعين أنا أقدر أسميهم. طيب تفتح محضر، ما تنطي أي معلومات أخرى، ما تنصاع المطالبهم، ومن ثم تبدأ بمعالجة المسألة داخليا داخل البيت. يعني على سبيل المثال الزوج بأنه اليوم يعني قد تكون يعني دخلوا إلى الكمبيوتر مال الزوجه لقوا بها صوره معينه، دخلوا الى مثلا يا بنتك دخلوا لقوا بها صوره. اليوم عمليات الابتزاز والوصول الى المعلومات عن طريق طبعا الهاكر مثل ما تعرفون اكو مختصين بها. يعني اليوم واحد تجي رساله مثلا خطيه ما عنده يعني القدره يقدر يستخدم الاجهزه الالكترونيه بشكل جيد. هذا ايضا نقطه مهمه جدا. فعندما يفتح مثلا ملف معين يدخل هذا الملف المعين ومن ثم يحصل الذي يحصل. ولذلك على المسؤولين داخل البيت سواء كان زوج اب اخ يا اخي على كذا قبل لا تتخذ قرارات مستعجله، قرارات قد تندم عليها لاحقا، تاكد. انت تشوف مثلا بنتك او اختك او مرتك خطيه وزوجتك يعني من عملها للبيت، من البيت للعمل، يعني ايش تسوي مسكين؟ نتكلم بصراحه. طيب انت لما تيجي وتحكم عليها احكام تعسفيه وايضا تتخذ اجراءات تعسفيه مثل ما قلت ممكن ان تؤدي الى القتل تحت عنوان غسل العار ويا ما راحت نساء ويا ما راحت بنات تحت هذا المسمى للاسف وراح وظلم يعني. فتتاكد من عندهم عن حقيقه المعلومه عن حقيقة المعلومة ومن ثم تقدر يعني باستطاعتك أن تسيطر على الموقف. اللي أريد أقوله عندي دقائق معدودة بأنه اللي ما عنده خبرة بأجهزة
الأجهزة الإلكترونية سواء كان تليفون سواء كان كمبيوتر، وقررت أنت يعني تتخلص من عنده أو أصبح قديم أو تريد تبيعه، يا أخي تأكد من المعلومات بأنه أنت مسحت، أتأكد من الصور اللي أنت مسحت، يعني يكون كل شيء منسوح عن طريق أحد الأشخاص المختصين أصحاب الثقة اللي أنت تعرفهم، يمكن أن يمسح لك كل المعلومات الموجودة في التليفون أو الكمبيوتر. وأيضا قد ممكن يعني تتعرض بأنه هواتفنا المحمولة إلى الضياع لنفقدها، ولذلك دائما يعني خلفت عن طريق المختصين يسوي لك برنامج يعني من أجل الحفاظ على سرية المعلومات الموجودة داخل التليفون. ممكن يعني اليوم التكنولوجيا كل شيء ممكن وارد بها، ناخذ احتياطاتنا، ناخذ حذرنا عندما نتواصل مع الآخرين، مو رأسا تجي أنت مباشرة تكشف عن وجهك وتسوي فيديو كول، يعني تفتح ويا وجه لوجه، أكد من الشخص المقابل من هو هذا الشخص المقابل، ماذا يريد، شنو هدفه، اسأل حتى لو كان قصدك شريف، حتى أنت يا بنتي أنت اللي جاي تسمعيني، حتى لو كان قصدك شريف، لأنه بالعكس ماكو عيب. يعني يا سيدي واحد يقول لي يا أنا ترى قدم لي هذا الشخص ما بيه شيء، اطلاقا ما بيه شيء، تقول لي قدم لي هذا الشخص أنا بحاجة، اجاني هذا الشخص وارد. اللي أريد أقوله، اللي أريد أقوله بأنه خلينا ننتبه أكثر، خلينا نحافظ على سرياتنا، خلينا نحافظ على أمورنا الخاصة بقدر المستطاع. وبالنهاية لا يسعني إلا أن أقول ربي يحفظكم ويرعاكم ويستركم إن شاء الله، ولكم مني كل الحب والتقدير والاحترام، وأقول خير الناس ليس من خدع الناس، وليس من ضحك على الناس، وليس من باع الناس، خير الناس من نفع الناس، وتحياتي لكم جميعا. أحسنت دكتور، وشكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح. ومثل ما معروف هو عالميا ودوليا أنه الابتزاز ثلاث أنواع رئيسية، هي هو الابتزاز المنفعي حتى ممكن أنه تحصل مكاسب منفعية من مدير عام، من صاحب منصب في مؤسسات حكومية أو وزارات أو حتى سياسية أو حتى وجوه إعلامية أو وجوه معروفة، هذا اللي هو طبعا ابتزاز منفعي مثل ما تحدث به دكتور كريم. أما الابتزاز الثاني هو الابتزاز المالي من أجل الحصول على مكاسب مالية. أما الابتزاز الثالث اللي اليوم سلط عليه الدكتور أكثر من باقي النقطتين اللي هو الابتزاز الجنسي، واللي هو فعلا شائع بخصوصا دولنا العربية بسبب خلينا نقول العادات والتقاليد اللي هي دائما نقول عليها احنا بلدان محافظة نوعا ما على نفسها، فلذلك يكون هذا الابتزاز ناجح نوعا ما. شكرا لك دكتور، كفيت ووفيت، واليوم ما شاء الله اطلالتك اكثر من رائعة، عجبتني سترة، فأنا دا أشوف إشادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الفقرة اللي أنت تقدمها، طريقة عفوية وبسيطة وسلسة وتصل إلى الناس أسرع من البرق. نتمنى لك الصحة والعافية وأيضا نهارك سعيد. إذن مشاهدينا ومتابعينا مستمرين مع باقي فقرات برنامج يوم جديد، فاصل وراجعين معكم.